مرحبا مرة أخرى، وأيضا مرحب بكل من انضم لمتابعة هذه الأمسية من مساء جديد وأولى فقرات اليوم. فن الراب في السودان، وهو ثقافة من ضمن ثقافات الهيب هوب، ظهر في السبعينيات وانتشر في التسعينات. في فترة السبعينات كان ضد العنصرية، وأيضا التي تمارس من خلال البيض على السود. ظهوره في السودان في الآونة الأخيرة انتشر، وأيضا يعني أصبح لديه محبين ومعجبين من خلال الأدوار التي تؤدى من فن الراب. نسعد أن يكون معنا مهاب محتصم كباشي، مغني راب. مرحبا، مساء الخير. يا كركز، كيفك؟ مساء الخير. كيف أنت؟ تمام. مهاب ده مخرج ومغني وممثل، ما شاء الله صفات كثيرة. ممكن شديد. أطير عادي. ربنا يثبتك معنا إن شاء الله. كمان بنرحب بسيف الإسلام السمو المغني راب أيضا. مرحبا. مرحبا بسيف، ومرحبا بمهاب، ومرحبا بكل الشباب يعني المحبين للراب. ومن المؤكد يعني عنده رسائل ومسجات بتمشي مباشرة، يمكن لسهولة الكلمات والحروف وقدرة الإنسان على استيعابها. نحن نتحدث عن فئة معينة من الشباب الآن تسمع وتعشق هذا اللون من الفن والطرب الجميل. نحن الليلة مع الشباب الجميلين دين عايزين ندردش ونتونس معهم، نشوف تفاصيل الراب وكيف بيعملوه وكيف بيحقق المشاهدات اللي في بعض الأحيان بتسبب الجنون للبعض منهم. طبعا هو جنون معنوي بطبيعة الحال. فأنا ده أبدأ معاكم ونشوف يعني موضوع الراب ده. اتفقنا زي ما قال كركساوي، الحاجة دي من السبعينيات القرن الماضي موجودة، لكن السؤال المهم واللي بيخليكم دائما في محك وخطكم في حتة ضيقة زي ما بقولوا، الحاجة دي ما بتشبهنا. خلينا نبدأ من الحتة دي وننطلق في الحوار. دائما من زمان كانوا بيقولوا لنا الكلام ده. بس هو دائما يعني حتى لما تجي تلقى ترجع لورا انه شكله البدائي كان عامل كيف، بدا من موضوع ملاحظه العنصريه. نعم. من الافارقه السود في امريكا ضد العنصريه البيضاء، يعني الامريكان البيض اللي هم كانوا بيمارسوا. نعم. عليهم. فهو اوريدي نابع من 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 افريقيا يعني. فدي حاجه ممكن تكون بوينت انه الموضوع ده. نعم. ما بعيد مننا شديد. ده نمره واحد. نمره اثنين، نحن عندنا الموضوع بتاع الـ زي ما بقولوا الارتجال. يعني مثلا لو عندك المرابع في الباديه، المسادير، الحاجات دي قريبه للراب شديد، بس بتتقال بطريقه. انا بتكلم عن الشكل وعن أيوة المفردات. أيوة. والعبارات، الحاجه دي في بعض الاحيان كانت الناس ما قاعد تقبلها بالضبط، لان هي زي ما قال كركساوي هي من التاريخ موجوده. انا جايك في الحته دي. يلا، الناس لحد الان ما قادر، في فئه كبيره ما قادره تقبل الراب. ليه؟ لانه هو كلام الشارع زي ما هو. انا ما بجمله لك، بجيبه لك زي ما هو. يعني زي الكلام اللي تسمعه في المواصلات، الكلام اللي تسمعه في السوق، الكلام اللي بتقوله مع اصحابك نفسه زي ما هو، انا بجيبه لك. عشان كده الناس، في بعض الناس بيكونوا يعني شايفين الكلام ده حاد شويه او حار. ليه انتوا مصرين انه تكونوا حارين كده؟ فدي سيف برضو تكمل لكلام مهاب، انه في يوم من الايام كان، وكلام صديق برضو، انه عليه نقد كبير، انه ما مقبول نسبه للالفاظ الخادشه اضافه، لانه بعضها ما كلها كمان. أيوة. عشان نكون طبعا برضو حقيقيين، لانه فن جانا من برا، لكن بنلقى انه لو انت يا سيف مثلا كنت عايش برا السودان تتقبله. فهم. السبب شنو؟ طيب، لانه انا لو كنت برا السودان حكون قريب من الثقافه الاوروبيه. فده دي البوينت الاساسي اللي بخليني انا اتقبل الفن ده. لكن في السودان هنا زي ما قلت انت انه فن دخيل. فهمت؟ فاي شيء دخيل في السودان هنا ما حتقبله بالسهل، الا انت تسودن الموضوع ده بعد كده. دي مهمتك انت الاساسيه، انت تسودنه بكلماتك، بكيف انك تجمل الموضوع ده، تعرض الفكره، الفيديو كليبات حقتك شكلها كيف، تحاول تخط اللمس السوداني في اي حته، في الكلمات، في فيديوهات، حتى في الشكل او في الزي عموما. طيب، نحن زي ما بيقولوا نقدم قيدومه كده خفيفه للساده المشاهدين. طيب. عشان نوريهم انه الشباب ده قادر انه يقدم يعني نوع من انواع الفنون اللي بتخاطب حياتنا وواقعنا السوداني. هتسمعونا شنو؟ هنسمعكم غني اسمها كما كنت، من البوم اسمه اجراءات، لسه ما نزل، حينزل يوم 30 ان شاء الله. بعد نعم. 3 يوم، واستمتع ان شاء الله. اجراءات دي مش بتخوف كده ولا عادي؟ لا اجراءات يعني هو الاسم ده بيخوف مرات، لكن منه قلنا نجيب اسم يعني متداول بين الشباب. بس كلمه اجراءات يعني يقول لك الزول ده اجراءات، فنحن اجراءات. طيب اوكي، تفضل.
يا مال الشغل فاتح انا ما عارف الناس ليه قاعده تنوم بدري يا مال الشغل فاتح انا ما عارف الناس ليه قاعده تنوم بدري ليه قاعده تنوم بدري ليه قاعده تنوم بدري شايف الشغل فاتح حافظ صحي طول الليل ما حنوم بدري يا مال الشغل فاتح انا ما عارف الناس ليه قاعده تنوم بدري يا مال الشغل فاتح انا ما عارف الناس ليه قاعده تنوم بدري ليه ما حتعرف زيتنا ما حتعرف ليه سامحناك لما أذيتنا دخلناك في بيتنا طلعت بيشو بينك ما انت اللي بيتنا خد عينك في عيننا ما تنكر الجميل لأنك ما بتقدر تعيننا ولسه كانت مشينا في نفسنا ما تغشينا بس مشينا متمشينا نحنا بين أصلنا الجلابة نحنا بين أصلنا الجلابة نحنا بين أصلنا الجلابة حغني لما تجيني من القروش كآبة أطلع من عالمك وخش عالمية في الحلة كان بقول لي العالمية كل العايز إني أرفع عالمية ما حقيف لو وصلت عالمية ما حتعرف زيتنا ما حتعرف ليه سامحناك لما نسيتنا دخلناك في بيتنا طلعت بيجو بينك وانت لبيتنا خد عينك في عيننا ما تنكر الجميل لأنك ما بتقدر تعيننا ولسه قد مشينا في نفسنا ما تغشينا بس مشينا ما تمشينا يا مال الشغل فاتح أنا ما عارف الناس ليه قاعدة تنوم بدري يا مال الشغل فاتح أنا ما عارف الناس ليه قاعدة تنوم بدري ليه قاعدة تنوم بدري ليه قاعدة تنوم بدري شاف الشغل فاتح حافظ صحي طول الليل ما حنوم بدري الشغل فاتح كله بقى بتاع مصالح ما مهم تبقى الزول الظابط ولا الجارح المهم تنجز بقية طول اليوم سارح منو بغشك وهل هتسامح منو بكذب ومنو بصارح منو بيحفظ سرك منو اللي سرك فاضح عشت حياتي بالتسليقة لو فاكر هتلقى من وراي شي يبقى معيش روحك في تحريقة انا قدامك كل ما تطلع فوق ما بريت اسوق كفاية ناس بيتنا شايفيني احسن مخلوق ما فارق شي طالما الشغل فاتح ما مهم كم زول محروق ما تدوس جنبي شي هتحس بروحك مخنوق والغريبة ما بعمل حاجة مطنش الوهم ما ببالي البجم ما بشيل من زول علم بسمع منك والعايز افهم وهو بتفهم عايش السلام جواي ما محتاج انتقم يا مال الشغل فاتح انا ما عارف الناس ليه قاعدة تنوم بدري يا مال الشغل فاتح انا ما عارف الناس ليه قاعدة تنوم بدري ليه قاعدة تنوم بدري ما حتعرف زيتنا ما حتعرف ليه سامحناك لما نسيتنا دخلنا في بيتنا طلعت بيش وبينك ما انت اللي بيتنا خد عينك في عيننا ما تنكر الجميل لأنك ما تقدر تعيننا ولسه قد مشينا يا سلام وهكذا وهكذا الشغل فاتح قاعد تنوم بدري سؤال قاعد تنوم بدري مرات الشغل فاتح ما تنوم بدري بالضبط كده الشغل بفوتك بس تصحيح للمعلومة دي الغنية دي اسمها الشغل فاتح الشغل فاتح طيب اوكي مهاب برضو خلينا نتكلم في انه كلمات الأغنية يعني أنا وصديقه كلنا كده شباب عارفين يعني في يعني ممكن يكون الشاب بيعاني من مشاكل ممكن في مرحلة الغدر بيكون موجود تفاصيل كثيرة بيمر بها الشباب بصورة عامة دور أغاني الراب دي في إنها توصل قضايا الشباب من خلال الأغنيات البسيطة المفهومة دي. هو من زمان طبعا كان الموضوع انه زي ما قلت انت بدا بانه ملاحظه العنصريه بعد ذاك الموضوع يتطور في انه موتيفيشن لانه الناس تطور من ذاتها انه الناس يعني الاغاني بقت ذاتها احساسها حماسي انك انه يا اخي انت ما تهتم بالحاجات الحاصله السيئه في الدنيا دي قوم يا زول اعمل شغل فدي من الافكار اللي احنا اوريدي شغالين عليها في افكار كثيره يعني من القضايا بتاعت الشباب يعني مثلا مناهضة العنصرية زي ما قلنا الإنجاز قصة إنك أنت ما تكترس في الحاجات السلبية بس نعم. خليك إيجابي في حياتك أنا بحس يعني من وجهة نظري يعني شخصي أعتقد بقى عشان ما يقولوا صديق بحلي البراو أنا بحس إنه الراب ده بخاطب العقل
بالضبط كده والواقع. نعم. عكس الاغاني اللي احنا قاعدين نسمعها بتخاطب دائما الوجدان والعاطفه. ايوه بالضبط كده. ما ادري اخش لكم في الاستاذ السيركادور تحياتنا له، لكن نتحدث بلغه الشباب الليله ونشوف تقبل الاسره ذاته للنوع ده من الفن. يعني هسه انا الليله لو كنت جزء منه انا بكون فخور جدا انكم تطرحوا قضايا زي يا سلام. كيف انتم قدرتوا تقنعوا اسركم وتقبلوا للموضوع ده بصراحه؟ يعني كان كيف عشان نحن نقدم التجربه دي للناس اللي بتتابعنا؟ عملتوا شنو؟ هل قبلوا طوالي ولا كان في طبعا وجهات نظر؟ اما بالنسبه لي انا الموضوع بدا من جوا البيت ذاته، يعني زيت جوا جوا البيت. انا كان متعرف ده بدا معي من اخوي الكبير. طيب. كان بوصين ابوي بيقول له وصلنا المدارس. طيب. وبوصيني بكون مشغل اغاني الراب ميوزك العربيه يعني، وهم وصلنا المدرسه كل يوم كل يوم لحد ما كبرت. كبرت معي الراب ميوزك، كبرت معي الميوزك في راسي. بقيت يعني تقدر تقول متمرس في الموضوع ده، فهمتني؟ فعايز اجرب. جربته بالانجلش في البدايه، بعد شويه بدات جربته بالعربي كنت في الخليج، بعد شويه جربته بالسوداني. يعني اموره كانت سالكه. اموري سالكه عادي. والناس البيت بعزز الفكره، ما عندهم مشكله. الحمد لله. طبعا والله انا يعني انا ما عانيت شديد، لكن اوريدي انا ما كنت في المجال الفني. طيب. يعني بديت بالدراما. بعد ذاك لما جات هواية الموضوع في البداية كان هواية، يعني انه انا بديت اكتب اجرب انه اغني راب، بغني مع نفسي. فلما سمعوا اول غنية اوريدي انا بديت بقضايا، يعني كانت بتتكلم عن عن الغدر برضو نفس الحاجة، وانك انت ما بتعايل لأهدافك، بتعايل لأهداف غيرك. فناس البيت بدوا يتقبلوا في الموضوع انه لا ده ما كلام، يعني في الاول ما كانوا متقبلين الموضوع بالضبط. يعني هم في الاول الثقافه كلها ما كانوا واقع عليهم. طيب. يعني بس رافضينها لانه ما عارفين عنها تفاصيل كثيره، لكن لما سمعوا الاغاني انه هي فيها موضوع مهم شديد وممكن يمس الناس ويغير فيهم، تقبلوا الموضوع. ممتاز. طيب نحن حنتواصل في ذات الجمال وذات الاهداف والمضامين، لكن عندنا محطه من خلال الكنترول نتابع ونرجع نتواصل. بنختار صح بل بيقولوا قلوبنا، بس بنلقى روحنا غرقانين في ألمنا. ألمنا من خوف بكرة، من أمس الأرهقنا، بتغير جوانا شعور بيوت إحساسنا وما تعبنا. إلا الناس الفهم غلط وقالوا افتروا هداك لبعد. أنا ما تغيرت بس بتغير، وأظن في فرق بين أخلق سد وبين أبعد عشان أتجدد. أنا ما مثالي ولا ملاك، أنا زول مسحوم جوايا غيوم ما رح يتصب. ما داير اغلط وبين تفكيري واحساسي انا اخلط. محتاج نفسي، محتاج اتكلم مع عقلي وحسي، محتاج انا اخذ نفسي بدل ما اكتم باني اجامل وما طبيعي. انا بس نفسي ما يفهموا تفكيري غلط، قبل ما تحكم اسمع مني. ده انا نفسي انا ما اتغير، بس بمر بتغييرات حسي. خلوني اروح يمكن ساهي ويمكن افوق، انا بس مخنوق بس جواي محروق، جواي محروق. خلوني اروح يمكن ساهي ويمكن افوق، انا بس مخنوق بضحك عادي بس جواي محروق، جواي محروق. نعود ونتواصل معكم من جديد. ما زلنا نتواصل معكم على الهواء مباشرة، مستمتعين جدا مع الشباب الحلوين. وكركساق أبو شاي قال والله ليلة صالون حلال. طيب نرجع مرة ثانية للشباب ونعلق على الإنتاج ده. من الواضح إنه في اجتهاد وفي إنتاج، يعني كيف بتنتج الشغل ده؟ والله يا أخي أنا أول حاجة أوجه التحية والشكر لشركة ديباج، تحديدا مديرنا الفاضل معني. هو واقف وراء إنتاج اي انتاج بيطلع لفرقه اجراءات ميوزك او الجروب بتاع اجراءات ميوزك. فنحن حاليا في شراكه ذكيه مع الشركه في انه نحن ننتج حاجاتنا داخل الشركه. سيف نعلق على الفيديو ده لانه عندنا محطه. طيب الفيديو ده لما طلع انا كنت لسه يعني ما كنت خشيت لسه انت ما دخلت الفيديو ده. الفيديو ده الغنيه دي اسمها خلونا نارك. الغنيه بتتكلم بالضبط عن صراع العقل والعاطفه، ما بين انه الناس بتقول لك يا اخي انت ليه قاعد يعني بقيت متغير، مالك في شنو الحاصل شنو
فبتبعد بتنزوي كده انك انت داير تغير من ذاتك، داير تحاسب نفسك كده مع ضميرك انك انت واقف وين. لا. لكن الناس فاهمين غلط انك انت افتريت عليهم وما بخلوك ذاتك بالضبط كده، ما بريحوك شكله قال لهم خلوني اروق خلوني اروق بس بعدك بجيكم انا يعني. طيب نحن عندنا محطة خلونا نشوفها مع بعض وخلونا نروق برضو كمان بالضبط كده. شايد شمال شيطاني كبير بقى مسيطر، عقلي مات بقى شيطان بس قاعد بفكر، لابسي انسان متخبي عايش متنكر، ميت من زمان ما في احساس دمي متخدر، مالك متوتر جادي وعايش مستهتر، ما مستهتر جاي متاخر لاني ناسي ومتذكر، انا متذكر ما متحمل ما قادر امشي واكمل، الفرح اتعدم من دنياي شكله لسه مطول، شكله مطول هو اصلا حيطول، جندي مستهبل واقف قدام سطول، بضحك من جوا وبتألم كني مسطول، بقعد ساكت لكن راسي هو اللي بيقول ما عليك غير بس توقف، ما تبعد لانك حتنزف، انت بترجف ما لانك خايف، انت متكهرب شايف دمك نازف، الدنيا بتضرب فيك وانت بس واقف سامع وشايف، ناجح لكن مكتوب في شهادته راسب مصالح وكل الناس قاعده بتراقب، كله بيختفي وبيجيك وقت الراتب اموالك بتنتهي وما بتلقى صاحب، احلامك بتختفي وانت بس طالب، حياتك ملعونه وايامك مقالب، وانت المحارب الخاين الهارب الخادع الكاذب، بتسال شيطانك وروحك بتجاوب ما لاقي مكانك في الواقع الخارب، حياتك احلامك كلامك الغاضب، كلامك الغاضب، شايد شمال شيطاني كبير بقى مسيطر، عقلي مات بقى شيطان بس قاعد بفكر، لابسي انسان متخبي عايش متنكر، ميت من زمان ما في احساس دمي متخدر، مالك متوتر جادي وعايش مستهتر، جاي متاخر لاني ناسي ومتذكر، ما متحمل ما قادر امشي واكمل، الفرح اتعدم من دنياي شكله لسه مطول، شيل الشيله وامشي وبرضو حاطط رفض، اوعك تكون انسان لانك حتنقرض، ده ما شيطان بس واقع عليك بتفرض، احلامك فوق وانت مدفون تحت الارض، مصيرك بيعتمد عليه تفكيرك على حسب امكانياتك تاثيرك، اكتب تقريرك كسرت اللي جوه تكسب مديرك، حياتك فيلم وانت عايش بتمثل، مكتوب انك فاشل متكاسل متعذر، مقطوع ما قادر تصل ولا حتوصل، للدنيا بالراحه بيناتكم بتفصل، بينك انت وكل طموحك واحلامك بتقرب بينك بين جروح، اجمل حاجه في الموضوع ده انت لازم تعمل الايقاع كده وتعمل الحياه دي مهمه جدا. وبعدين الاغنيه اسمها شايد شمال، لما سالتك قلت له عندي شمال قال لي ده الشيطان، حزب بالله لا لا هي غنيه زي ما شيطان اسمع شيطان. طيب علق عليه الغنيه دي غناها معمر الشهير بيديفر، عشان اشرح الاسم ده موضوع طويل طبعا بس خلاص نختصر بس طوال يعني عشان لانه عندنا حاجات ثانيه عايزين بالضبط كده. فهو بيتكلم عن انه شيطانه الداخلي بقى المجتمع بيخليه انه يطلع شيطانه الداخلي لانه المجتمع بقى لا حول ولا قوه، فعشان كده طيب سيف برضه في نقطه مهمه شديد يعني العمل الاول فيه حزن والعمل الثاني فيه حزن، القصه دي شنو؟ هل اغاني الراب بتجسد الاحزان فيها اكبر من الفرح؟ وهذا زول فرايحي بيصفر اللبس ده اغلب الاغاني هسه القاعده في المجتمع بتكون فرايحيه اللبس يعني نقول 70%، لكن ده ما بينكر انه شنو الانسان بيكون عنده وقته الحزين اللي داير يعيشه، فشنو احنا برضه بندوم مزيكا تعيش الحزن حقك بالطريقه ذاته ذاته في راب كوميديا ممكن يكون ايوه في يا اخي ما تدونا حاجه زي دي لكن والله انا ما جاهزين ده كله جاي ده كله جاي. طيب كويس الشباب محضرين لنا ماده ثانيه حنتابع ونرجع الشباب الجميلين دين خليكم معنا. كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدور خليك صاحي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدور خليك صاحي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدور خليك صاحي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدور خليك صاحي صاحي تفتح في الخباري سرحان بتحلم سوق فراري ركب مكانه وكيسك فاضي وهي دور انت نايم ولا صاحي بس عايد في نفس الروتين كل يوم يتنجد من العابدين واقف لط ممسح بألف هزين شاكي نص فين يا مليان طين خالف من عاسفين ما بقى صاحب التلاقين تدوفون عين يا مسكين في الكتابة ونحن ناشفين عمنا مروا انتو عارفين الرصيد يسو مجانين نحن في الخريطة وانتو رايحين مع ميوزيك رايقة بانسالين عشرة في نمرة ستة ما بجيب إلا في آخر محطة
مالك دشته تسجل لك بالرشدة عقلك طشه ما تقدرني نقلبك فتة لو ما سمحت إجراءات يكفي الشكة كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدو خليك فاضي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدو خليك فاضي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدو خليك فاضي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هو يدو خليك فاضي هوي هوي لو ما عارف حبتك مكسرة فيني حتة حتة لما الرأس ما صورتي في المخدة بترادي فيني من الجرف لي مبدا بس تقليبي ما في أي حتة بلعب ملتك حمجانة فترة شلرك في استكانة المدى كانت عطانة بحري قلبي تلقي سخانة ربي كل بورانا فتش بس ما لاقين خانة عي شايفك مركز معانا بتسمع لي جوا اللبخانة انا كابوس حياتك اسمي محفور في خيالك سيرتي طوالي في بالك بس خلي بالك ما تتشالك ضعيف حالي شخصية عاطي المسلم وردية راجل حاجة تصرف الماهية فتح بوديك في بحر شعبية كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هوي يدو خليك صاحي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هوي يدو خليك صاحي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هوي يدو خليك صاحي هوي هوي كله كلام فاضي فاضي كله كلام فاضي سوي في كله كلام فاضي فاضي هوي يدو خليك صاحي تحية مسائية لمغني الراب مكي جنديل كان من خلال الفيديو السابق. سيف ارجع لك وارجع بك لنقطة مهمة انه الاغنيات دي في اغنيات عندها مضمون كبير او كل اغنية تم يعني كتابتها وتصميمها من خلال العناصر المعروفة للراب. برضو خلونا نتعرف على العناصر بعد شوية لكن الاغنيات دي عندها مضمونة زي ما نحن كلنا اتكلمنا. طيب طريقة تقديمها بالزي اللي نحن شفناه او بازياءكم المختلفة ما ممكن الطريقة دي تأثر على المضمون ذاته إنه أنا ما أستمع لها؟ لا بتأثر تأثير كبير طبعاً فهمتني؟ لكن إحنا بنقدر نخلي كل الأغاني حقتنا بالزي السوداني. إحنا عملنا الحركة دي في فيديو وما شاء الله نجح نجاح كبير يعني. لكن ده ما معناته إن إحنا هنستمر بكل الأغاني حقتنا الجاية. ممكن نكون لابسين قميص طب بنطلون زينا العادية. تنجزوا. لكن هنخت الهوية هاي. إحنا الجلابية ده عملناها وهنختها وهنعملها ثاني وثالث. ونحن هسه حالياً في بصدد إنه في مجموعتنا في الجروب بتاعنا في إجراءات إنه نبين الهويه الموسيقيه في الراب السوداني. يعني نحن دايرين نصنع هويه لانه حسي مثلا في الاطار العربي حاليا يعني مثلا الراب السعودي بقى عنده لون عنده صح. لون الراب المصري عنده لون اسمه راب شعبي التونسيين عندهم لونهم فنحن دايرين نبين الراب السوداني من خلال لقاعاتنا من خلال السيره من خلال المردوم من خلال الكيران من خلال الحاجات دي ده والله صراحه كلام عميق جدا جدا وكلام مفترض ان احنا نقيف عنده ومحتاج ان الناس تبحث فيه اكثر واكثر. السؤال المهم هل احنا ممكن نحول الراب زي ما ذكروا الشباب لشكل السودان او نسودنه؟ احنا هنجاوب على السؤال ده من خلال الماده الجايه. نتابع كما كن هادول هادول كما كن هادول هادول ما تشتبك بكل 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 ما تشتبك بكل 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 كما كن هادول هادول كما كن هادول هادول ما تشتبك بكل 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 ما تشتبك بكل ماشي فوق في غمه شايف كيف زول بيرب عمه رسمه راكبه فوق ريبويسر امه عايم ما في طريق يسام بغلبنا باش في بارز الليل بيطول شايد فيك دومي سول رندوك تخام ده حغل الغام ده بارلي حام ماشين قدام مش كوس ماركات لكوس البيت وهوستو دايبا شو لو كفي بوت ده سكسي هوت ده صوت كلايم زينكم كله بوت راب انساني ما روبوت جرب انت عيش المود ارجع مكانك لو جنة جانك السب مسانك وسيب وامشي يا برو ما تحكي داك سم محتكي ما فين ده بيشكي كومن دام في الحتة دي ما محتاج اسوي شي عندي اي حاجة ما في حاجة ناقصة نفسي فيك
ما في اوسي بي اديك شيء ما مشتاق لعيونك اصلا انا قايم جاي عليك استاذك بتكلم ما تعمل شفت غبنا شويه قلنا السين اختلف شكله زايدين الطين تاني زفت قالوا الضباط بجدار ناسين التعلم بالشدام يدار شايف الناس بتشكي من الشمس حسي جينا نحنا معلش ما قصدي نزيد الحراره زهرت بحقي ما طالبت بتاقو شاره راكب راس جدا قنعت الخساره خليك بشغل وضع الطيران ما تشيل هم انت انا البسوق الطياره قال انهم رجال طلعوا رجال ليل اخوك اللي بيسندك ما محتاج دليل ما تتلولو امشي معايا عديل ما تعمل دراما كوين اخوك خريج تمثيل ماشي في دربي ما بتعطيل جاري جاري زي النيل حاولوا جاروا الموت غرقوا مسيل حاولوا جاروا الموت غرقوا مسيل حاولوا جاروا الموت غرقوا مسيل كما كنت هذول كما كنت هذول مزيكتنا طعمه ارخي جسمك ايش هالدور كما كنت هذول كما كنت هذول اكيد مين تسمعنا مرحبا وتحية برضو لكل الشباب اللي كانوا موجودين في عمل كما كنت بزيهم الجميل الزي السوداني طبعا كل الفيديوهات دي يعني من إخراج مهاب ليك التحية وانت قاعد معانا هنا العمل ده مدى القبول اللي قوى من خلال المجتمع السوداني كيف؟ والله ممتاز جدا بالنسبة لكمية من الحاجات اللي عملناها ورا ده أكبر قبول اللي قوى الفيديو ده ليه لأنه حاولنا نحن نهبش حاجة سودانية أصيلة ولسه يعني احنا دايرين نهبش كميه من الحاجات يعني وزي ما قلت لك احنا قاعدين نبين اداء في الهويه السودانيه في الراب السوداني يعني دايرين نبين هويته شديد نعم فالحمد لله لقى قبول كويس بالزي السوداني بالسيره اللي اتعملت جوا الغنيه كده نعم الحاجه دي برضو بتخلينا نسال سؤال انا بفتكر انه برضو في ذكاء انت ما قلت يا زول أيوة. يعني المعتاد الناس تقول يا زول أي. ها زول المره دي ودي أيوة. دي اللهجه ان احنا قاعدين نقولها او لكنا يعني في جزء كبير من السودان لكن ما قاعدين نظهرها في الاعلام وفي الميديا بالضبط كده فبقوم بسال سؤال يعني العبارات والمفردات دي انتوا بتقعدوا ليها ولا كيف كلنا بتعملوا شنو ضد الدهاء حق ده الاجرام انك انت الاجرامات ما بتحب ما بتجيب الجملة السودانية بس بتجيب طيب. الجملة السودانية أو المصطلح السوداني القاعد في الشارع المتداول ذاته نعم بالضبط كده دخل في الأغنية بعد كده تاني عندك العناصر عندك الليركس الكلمات حقتك اللي حتكتبها بتأثر شديد في مضمون الأغنية البيت هوية البيت أو الموسيقى فهمتني زي ما شايف التأثير في المزيكا دي دخلوا دلوكا ودخلوا سيرة ودخلوا حاجات كتير إيقاعات إيقاعات تانية وثاني صوت الارتست او اداء او الاداء بتاعه لكن أداء يعني برضو العمل اللي احنا شفناه ممكن زول يتخيله ببساطه لكن يعني من خلال العمل ده في مجهود كبير من خلالكم انتم كشباب يا مهاب أيوة. حجم المجهودات اللي بتبذل والله يا اخي شوف ما كذب عليك نحن حاليا كشباب كده عشان ننتج فيديو برانا كده الموضوع كان مهلك شديد صراحه متعب فهو اتحاداتنا الشخصيه الشباب مع بعض بتجيب دب بيجيب حاجه دب بيجيب حاجه دب بيجيب حاجه الناس بتكمل بعض اي بالضبط كده فانا من زمان قاعد اقول انه العمليه الفنيه عموما عمرها ما تكون عمليه فرديه عمليه جماعيه ها ناس سمعونا نسمع طيب سمعونا حتسمعونا شنو المره دي قبل ما نسمعكم نحن انا الاغنيه الاخيره دي هي طبعا تابعه لالبوم اسمه اجراءات مسمى على الجروب ان شاء الله هيكون يوم 30/7 يوم الجمعه الجايه هيكون في اليوتيوب تحديدا في قناتنا في اجراءات ميوزك فيا ريت الناس يعني شنو تدعم الفكره دي بيعملوا كده الحاضرين اي والله يبقى سبسكرايب وشير الحركات دي كده الناس اللي تابعنا تشوفوا على اللايك وين تعمل لايك اي بالضبط هنسمع من سياف المره دي تفضل سينني دردك كبر امشي وما متشكر رصيدك مصفر
ما تجي إلا مجدر ريت الدنيا بس باقي ساعات وسيبة كل الناس جارية ورد ترطيبة اتصل على سياف ما عندك مصيبة 0-9-6 معلش ما في أي طريقة عاطل بس ما فاضي بس ما فاضي بكون فاضي وانا ما فاضي سو ما تفكر كيسك فاضي شلت على المستقبل انت ماضي شايف ناقص صيف يكون عليه ماضي سكت معطش برا في طريقي ماضي عيشتك انا في سودان افتراضي ليس 7 شهور من اخر مرة شفتك فيها كان قلت لك اني شفت السين في العين لا ما مجبور اوريكي وانتي عارفة اني الزلل ما في منه اثنين ما في منه اثنين لا ما في منه اثنين 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 واحد ما في منه اثنين بعيش اليوم كأنه آخر يوم في الدنيا بيموت الجسد بس بتعيش الروح في غنية عارف انه كله وسخ دنيا وما بدون بس لسه خارب وش معاها لسه رابط دنيا كل شي بنجيبه وما في شي بتجلى انا والنقز مقطعين تسولى بعض مسلة ما بتلقى غير الشفاتة في الشلة ما بتلقى غير الشفاتة في الشلة انا ما بعيد دين البعد himself ممكن اقطع ابقى ترند في الفيس بدون غوافي عادي سايق الفيرس بتلقى سر المهنة كله عن سيف اي ما في منه اثنين ما في منه اثنين جواك ابليس انا جواي ملاكين ممكن اي زول يعمل كل شيء بصحى تصحى لما تفهم ان الدنيا دين yeah. لي 7 شهور من اخر مرة شفتك فيها كان قلت لك اني شفت السين في العين لا ما مجبور اوريكي وانتي عارفة اني الزلل ما في منه اثنين ما في منه اثنين لا ما في منه اثنين 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 واحد ما في منه اثنين ما في منه اثنين وفيها برضو جملة الدنيا دين صحيح طيب خليني أمشي معك لنقطة هي مهمة خلاص ثقافة فن من الفنون سيف ومهاب بقت منتشرة في السودان من خلالكم انتو كشباب أو كفرقة البضمن استمرارية الفرقة ديشنو يعني الضمانات للاستمرارية دائما الفنون بتواجهها صعوبات كثيرة على مستوى الدراما على مستوى الغناء بتظهر فرقة اليوم بتقدم منتوجة بعد فترة بسيطة بتتلاشى أو بتختفي كيف هتحافظوا على الاستمرارية؟ سؤال لكم الاثنين طيب أنا بس أحب أشرح لك إنه هي ما فرقة هي أقرب للمؤسسة أوكي جوا المؤسسة دي أي زول بيمثل نفسه يعني أنا مهاب كباشي بيمثل نفسي سياب بيمثل نفسه نحن لكن جوا بنمثل إجراءات كلنا كده تحت كجروب أيوة كجروب أنا الجروب ده أوكي طيب الجروب ده عشان ما كل فرد يمشي يتجه لفكره برا وما ما في مانع أيوة. انه انت في النهايه حتكون شخص قائم بذاتك وانت الان قائم بذاتك لكن العمل الجميل ده عشان ما ينقطع كيف حتحافظوا عليه والله شوف انا يعني دار اقول لك انه بقيه الاعضاء في الفرقه دي او في الجروب ده تحديدا كله كل افكارهم بتشبه بعض شديد نعم ممكن في لحظه من اللحظات تختلف ما يعني ما بتقدر تضمن لكن من ناحية الأداء أو من ناحية الأغاني أو من ناحية الأفكار أنا ضامن نجاح الفرقة دي تماما كركساوي سؤاله ده تأمين لمستقبلكم طبعا 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 ودي حاجة مهمة والحاجة دي أقول لك حاجة يا كركساوي نحن إن شاء الله يعني ضامننا بإدارة كويسة منفصلة تماما من التيم ما عندها علاقة بالتيم يعني ماسكر مرتب الحاجات وكل واحد حافظين حقه في نتمنى الاجراءات تتوافق هنا طبعا ان شاء الله غير الشغف حق الشباب يعني الشغف له دور كبير بالضبط ربنا ان شاء الله يوفقكم ونشوفكم اجراءات كبيره ان شاء الله شكرا جزيلا لك سهوال شكرا مهاب كباشي والله نورتونا شديد وغيرتوا لنا المود بعد كده وكركساوي ده كده ايوه احنا حنمشي فاصل وحنرجع مره ثانيه نتواصل معكم لكن في درب مختلف مع الزملاء خليكم معنا